إذا كنت جاي عشان تقول إنك مو موافق، فأدري موقفك مع إبراهيم. بس ما تدري عن موقفي منك، من أختي اللي مطلعة عيني. تذكر وش كنت ناوي تسوي يوم رجعت هيفا؟ كنت ناوي تذبحها. خفت عليك ومنعتك. الحين وينها؟ معنا بالشركة، وقريب راح نشوفها داخل عنينا البيت. أنا كل شيء بالدنيا نقدر ننساه إلا الحب. أنا هي قلت إني أنا موافق على إبراهيم، بس مو عشانه هو، لا، عشان أنا مستعد إني أوقف مع أي اختيار أنتي تختارينه ويكون في سعادتك. أدري بتنصدمين، وأدري إني راح أشوف هالصدمة وايد، كلهم راح يلوموني ويشوفوني الأخ الضعيف اللي أخته هدت الملجة وانحاشت ويوم ردت ما قال لها ولا كلمة. بس يا حور، ترى أنا عادي عندي ولا مزعلني، لأن اللي همني إني أشوفك مستانسة. بس أنت دايما تقول إن إبراهيم متورط. صح، بس منو فينا ما تورط؟ منو فينا يدينا للحين نظيفة؟ كلنا سرقنا وجرحنا بعض ونهشنا بعض بطريقة أو ثانية. ترى أحيانا الكلام يذبح وإحنا ما نحس بالشخص اللي قدامنا. كافينا نحاسب الناس ونحكم عليهم وإحنا من فوق لتحت غلطانين. اختاري اللي تبينه، شوفي وين سعادتك وأنا معك، والناس لا يهمونك، لأن مهما سويتي ما راح تفتكين من لسانهم. أنت اللي تقول الكلام هذا؟